احتفالات وفرحه داخل غرف ملاعب حرس الحدود، وحزن وغضب على بيسيطر على كل لاعيبه الزمالك ومسؤولي الزمالك بعد انتهاء لقاء حرس الحدود والزمالك اللي انتهى بنتيجه 1-1. خلينا طبعا اكلمكم على كواليس اللقاء اللي كان سخن جدا من الشوط الاول وهو شادد وهو في توتر قوي جدا. النهارده مسؤولي حرس الحدود كان فيهم لفته كده طيبه ومحترمه جدا، استقبلوا النهارده كل لاعيبه الزمالك كده بممر شرفي تهنئه لهم كده بحصولهم على الكونفدراليه. وقف كده لاعيبه حرس الحدود ووقف الاطفال الصغيرين وسقفوا لكل لعيبه الزمالك وهم داخلين قبل بدايه اللقاء. برضو مسؤولي حرس الحدود النهارده يعني اثناء بدايه اللقاء كان في لفته كده كبيره بيهنوا فيها مسؤولي الزمالك ولاعيبه الزمالك على حصولهم على الكونفدراليه. طبعا لو كلمتكم بقى على اللقاء اللي كان سخن جدا من بدايته، النهارده كابتن طارق العشري في على طول الوقت كده بيطالب لعيبته على الضغط المستمر على لعيبه الزمالك وبيطالبهم كده ان هم يقابلوا الزمالك من نص الملعب. النهارده كابتن خالد جلال بقى اللي بيتولى ادارته الزمالك كده النهارده مسؤوليه المدير الفني للزمالك، اول لقاءاته امام حرس الحدود كان باين عليه عدم الرضا على اداء لعيبته جدا في الشوط الاول، كان واضح ان هو مش عاجبه الاداء اللي كان ظاهر عليه لعيبه الزمالك. النهارده بقى اول لما جه الجول الاول لحرس الحدود صدمه قويه جدا بتظهر على كل مسؤولي الزمالك اللي كانوا موجودين، امير مرتضى واحمد مرتضى كان باين عليهم الصدمه، ومدبولي كان موجود معاهم في المدرجات كده كان واضح عليهم يعني الصدمه. اول جون حرس الحدود ما جه بدات بقى الدنيا تتوتر جدا من الشوط الاول. الكابتن امير عزمي كده بيجري على الكوره وبيجيبها للاعيبه الزمالك عشان يرجعوا للماتش كده من الشوط الاول. عبد الله جمعه من الوقت للتاني بينادي على لاعيبه الزمالك وبيطالبهم بالتركيز وبرده بيروح يجيب الكوره عشان ما يبقاش في عمليات تضيع للوقت. لكن اول بقى لما الشوط الاول كده انتهى حصلت شده كده خفيفه ما بين مدرب حراس الحرس وما بين الحارس المرمى، جه يتكلم معاه كده شدوا مع بعض، لكن يعني الحارس البديل كده هدى الدنيا على طول. الشوط الثاني بقى احد مسؤولي كده او احد مسؤولي دكه الحرس وقف مع اللعيبه كلهم وبدا يطالبهم بالتركيز عشان يطلعوا بنتيجه ايجابيه قدام الزمالك في اللقاء. وطبعا كان باين بقى القلق وكان باين التركيز القوي جدا على الكابتن خالد جلال من اول لحظات اللقاء. اول لما جه الجون الاول الزمالك السعاده قويه جدا بنت على الكابتن خالد جلال اللي نزل وسكت على طول كده احتفالا بالجون، وبدا بقى يعني دكه الزمالك تقف كلها، التوتر كان باين عليهم. النهارده بقى بهاء مجدي كده اول لما اتغير هو اللي كان واضح عليه حزن قوي جدا، قعد كده على الارض وبكى بشكل قوي جدا، واكتر من لاعب من لاعبي الزمالك بدا يروح له كده ويحاول يهديه لكنه كان زعلان جدا من خروجه النهارده. النهارده طبعا احد بقى لاعبي الحرس كده مهاجمه اول لما اتغير كان باين عليه الغضب القوي جدا وغادر الملعب خالص، ما حتى ما راحش يسلم على اي حد من دكه الحرس. الدنيا بقى اتوترت جدا، دايما دكه الحرس كده واقفه وبتطالب لاعبتها بالثبات قدام الزمالك بعد التعادل الفرقتين. دكه الزمالك كان في اعتراضات بشكل كبير وبشكل مستمر على عمليات اضاعه الوقت اللي كان بيعملها لاعيبه حرس الحدود، اكتر من وقت كده بيطالبوا في الحكم الرابع وحكم الرايه اللي هم يعني يركزوا في عمليات اضاعه الوقت اللي بيعملها لاعيبه حرس الحدود. الدنيا كانت شد على الاخر، دكه الزمالك بالكامل كانت واقفه في اللحظات الاخيره كده يعني على امل ان الزمالك يجيب جون يفوز بيه في اللقاء. دكه الحرس من وقت للتاني بتطالب لاعيبتهم اللي هم يركزوا اكتر واكتر لحد بقى لما انتهى اللقاء ظهر لعبوا كورة بلاش تضيعوا وقت كتير. كل بقى السعادة كانت باينة وواضحة على كل لاعيبة وعلى كل دكة حرس الحدود. النهاردة بقى بالتعادل اللي بيحققوه قدام الزمالك بيبقوا على وضعهم كده في الدوري الممتاز وبيحفظوا نفسهم من الهبوط للدرجة الثانية. احتفالات بقى قوية جدا عاشها كل لاعيبة كده الحرس الحدود بعد نهاية اللقاء، احتفلوا بشكل قوي جدا. النهاردة بقى كابتن أمير عزمي هو اللي كان حريص جدا اللي هو ينادي على أمير مرتضى منصور كده هو خارج بعد ما الماتش خلص ويتكلم معاه بعد اللقاء على بعض الحاجات اللي كانت في الماتش. باين بقى الصدمه القويه والحزن القوي جدا على خالد جلاله وعلى كل مسؤولي الزمالك وعلى كل لعيبه الزمالك بعد انتهاء اللقاء اللي يعني بيخلي الفرق ما بين الاهلي والزمالك ثلاثة بونت. لسه الدوري في الملعب ولسه يعني الدنيا شده، لكن الدنيا بتشد اكتر واكتر والتوتر بيزيد اكتر واكتر عند كل جماهير الزمالك. النهارده بنقول لحرس الحدود مليون مبروك على البونت الغالي اللي بيقعده في الدوري، وهارد لك لنادي الزمالك وكل جمهور.